السلام عليكم يا متابعيني العزيزين، انا بتكلم عن اللي يصبروا. انتم يمكن تسالون وراي، انا صح بعدتكم بقلي شهر تقريبا من هذا الزر الاحمر. اصبروا خليني اوضح. من هذا الزر الاحمر احذركم كلكم لا تفوتونه. هذا الزر وش يسوي؟ قال لي نظف البيت. بس انا كنت اول بس اضبط يعني لما اسوي مقطع هو البيت يعني ما بيرتب، فاضبط الزر. من كثر ما ضغطته اخر مره دخلت كبوكا ضغطته وبعدين طلعت، عشان فكرت اني ابي اسوي مقطع البيت. خلص وشو ايش صار؟ هذا بيتنا اللي كنت انا مصوره 100 مقطع، يعني غرفتين انحرفوا وهنا نصه انحرف، ما شفت شيء لسه. اشوف لي وتعت عيلت حين دام. الله حرام عليكم، تعبت انا مرة. هذا البيت كان اتعب بيت عندي، كان اتعب بيت. وانا يعني بجي الله كنت ترى مصور مقاطع، بس يعني دايما يجي اشياء فيها يعني تعرفون واش الأشياء اللي تخرب المقاطع، فأنا طول الوقت أتوهر وقت زين إني أصور لكم. بس ما خلص يعني المدرسة محلتها، كنت أنا كنت بصور مقطع بالمدرسة، زي يوم دخلت كنت خلاص بخلي هذا بيت جد عشان أشوف إيش صار. يعني أنا الصراحة مرة تعبت على المقصف اللي سويته، هذا كان أتعب شيء بالمدرسة، للباقي كان سهل. خليته غرفة بيت جدة، وبعد شوفوا أنا حاطة دولابين هنا يختفي اللي إذا أحد يعني مسوي تكبوكا، واللي يعني يعرف ناس يعني يسوون تكبوكا، يعني يا تكبوكا ليش تزعل ليش تخرب؟ وما وقف هنا، أنا كنت بسوي حفلة البنت الصغيرة هنا. شوف صار البيت اللي سويته لحفلة، يعني تقريبا حذف كل شيء خلى لي مو مهمات. يعني انا الصراحة زعلت وتعبت، ما راح اعيد ذاك البيت اذا بعيده ياخذني وقت طويل. انا الصراحة توي ادخلت كوكا وشفت هذه الحصولة، انا كنت بصور لكم احلى مقطع يا متابعيني، احلى مقطع. هذا الغرفة اقدر ازينها، بس هذه اقدر اعدلها، بس هذول الثنتين صراحة أصعب غرفة كان لي هذه الغرفة، وأسهل غرفة كان لي غرفة الولد عشانها بسيطة، بس غرفة البيبي والله تعب. وبعد هنا بعد والصال تعبت عليها، يعني أنا ترى حوست بي. وأنتم تحسبوني متابعيني أول مرة يصير لي هذه المشكلة، صار لي 5 مرات تقريبا. أنا من وأنا صغيرة لين وأنا كبيرة هو يصير لي. أنا وأنا صغيرة زعلت أول ما صار لي وحلفت كبوك وقلت ما رح أرجع حملة، بالأخير رجعت اشتقت. شوفوا أنا ما حطيت هذه السمكة جوا، حاس البيت هنا كان حمام، هنا كان مطبخ، هنا كان صالة حلوة. الحين أنا لازم أرجع أعدل البيت، وإن شاء الله لما أرجع أعدل البيت بسوي لكم مقطع تعديل البيت. بس الحين يعني أنا بس أبي أقول لكم.